قدمنا الرواية الكاتب اللبناني العظيم جبران خليل جبران النبي إلى فيلم رسوم متحركة من إنتاج هوليوود ضمن عمل فني ضخم رح يشارك فيه أهم المخرجين العالميين العاملين بمجال السينما وعلى رأسهم روجر ألرز يلي أخرج فيلم The Lion King ورح تتولى سلمى حايك الإنتاج والمشاركة بالفيلم. هالفيلم رح يمول قسم منه FFA Private Bank. نتعرف أكثر عن هالمشروع من السقبل جوليان خباس. مساء الخير جوليان، أهلا وسهلا فيك. جوليان خباس، فيلم النبي من إنتاج هوليوود وتمويل لبناني ولا قسم منه لبناني؟ قسم منه لبناني. FFA Private Bank مولي تقريبا 30% منه. وفي عنا غير شركة، شركة ماي جروب اللبنانية كمان فايتين شركة، والباقي من يعني جميع أنحاء العالم. قدي ميزانية هيدا الفيلم إذا فينا نقوله؟ تقريبا 12 مليون دولار، ولكن بدك ترجع تزيد عليه الماركتينج كله اللي بده يجي بعدين، البرينت والأدفرتايزينج، يعني بيقدر يتخطى 20 مليون. طب هيدا المبلغ الكبير في اليوم ريتيرن اون انفستمنت على السوق اللبناني؟ هلا طبعا هو منه بس للسوق اللبناني، هذا فيلم هوليوود بده يطلع بكل يعني بكل انحاء العالم. ديستريبيوشن بدها تكون بامريكا وباوروبا وبلاد العربيه، رح تكون كمان ديستريبيوشن لهوليوود، يعني الانتاج هوليوود مش طبعًا. بس انتوا انتجتوا الفيلم بهوليوود ورح تعطوه بلبنان لا 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 طبعا في يعني اكيب امريكانيه ومتعدده، يعني اذا بدك في حتى بالدايركتورز في عنا من جميع انحاء العالم، بالبرودوسرز في سلمى حايك واكيب معها كمان فيري بروفيشنال جايبتهم، كل واحد بيتخصص بشيء معين، والديستريبيوشن اللي هي كتير مهمه راح تكون يعني اهم سر نجاح اذا بدك للفيلم. جوليان مين ام بهالمبادره؟ الفيلم بتعرف سلمى حايك قصه لبناني، ويعني بتحب انها تحكي دائما عن جذورها. واحد من البرودوسرز يلي فات مع سلمى حايك جاب لها فكره انه ليش ما بنعمل هذا الفيلم الى رسوم متحركه، وليه ما بنشتري الرايتس وهيدا، وبلشوا يتفاوضوا مع جبران ناشونال كوميتي، واخذت يعني وقت بضع سنين ودي سكيور ذا رايتس تنقدر نعمل هذا الموفي، وبلشوا يفتشوا على فاندز وعلى انفستمنت، ووصلت لعنا يعني بالشوي بالصدفه الاوبورتونيتي. اليوم ك FFA Private Bank انتم كمان انفستمنت بانك، نعم اليوم مؤمنين بالاستثمار بعالم السينما؟ طبعا يعني اليوم اذا بتطلع بالاسواق الماليه ما عادت هين كثير الواحد يقدر يعمل مصاري، بالعقارات كمان يعني الاسواق منا دائما عم بتكون اذا بدك بيقدر واحد يتوقع شو المردود تبعها. بقى نحن بالFFA دائما بنجرب نفتش على اشياء مختلفه، اشياء نقدر نعرضها للزبونات يكون ما حدا عم بيعملها، ويكون نفس الوقت عاملين اذا بدك الهوم ورك تبعنا والديو ديليجنس انه هيدي شغله امنه وفيها اذا بدك الريسكس يعني قادرين نخمنهم، وبنفس الوقت يعني يكون عندها مردود عالي. طبعا الموفي بزنس صعب كتير، في كتير فلومة بيفشلوا، ولكن اللي بينجحوا بينجحوا كتير والمردود بيكون كتير عالي. ناجي سوراتي رح بلش معك. أنا بعرف إنه بس يكون في دول مشاركة بالإنفستمنت تبع فيلم بالبرودكشن تبع فيلم بيجبروا إنه البرسنتج اللي هني عاطينه يكون في ناس من البلد عم تشتغل ولغة البلد مستعملة. يعني نحن أغلب الأفلام السينما بلبنان فون سود فرنسا بتمولون، بس بيصيروا يعدوا لنا الكلمات اللي باللغة الفرنسية صح. اللي مستعملينهم بالفيلم والأشخاص يلي بيكونوا عم يشتغلوا على الفيلم صح. هل يا ترى أنتوا عم بتطبقوا هالقانون كمان؟ في فرق بين الفلوم اللي بتتمول بأوروبا وبفلومة هوليوود. فلومة أوروبا في كتير أوقات بيجي مثل الفيلم اللي عم تحكي عنه مثلا، بيجي تمويل من شركات أوروبية، بيبقى أوقات هبة أو أوقات يعني عندهم conditions معينة معه. بهوليوود الأمر مختلف، أكيد نحن كشركة بنقعد على بورد الشركة وإنا كلمة، ولكن ما بيكون في conditions معينة إنه لا بدنا نجبر يكون في حدا لبناني، أو يعني بالنهاية هذا investment بدنا إياه يعطي أعلى مردود للمستثمرين، وتيقدر يعطي أعلى مردود بده يكون في يعني أحسن ناس عم يشتغلوا عليه. إذا ثقبوا هالناس لبنانية very good، وإذا لا بالنهايه هو انفستمنت مثله مثل غيره، وهو موفي هوليوود. يعني الشغله الوحيده اللبنانيه فيه هو خليل جبران وكتابه طبعا،
وجذور سلمى حايك ونحن كشركاء ومايكرو، يعني اكثر من هيك. هدول الحقوق تبع الكتاب من وين اخذوا الحقوق؟ طبعا من الجبران ناشونال كوميتي اللي هن فيري سبورتيف اكيد، وراح يساعدوا على يعطوا اذا بدك النكهه الاوتنتيك تبع جبران. رولا منصور. جوليان قلت قبل انه في كتير دايركتورز هلا، انه يمكن بكتاب جبران خي جبران في عده مواضيع مثلا مثل الدين، العائله، الزواج، كان كل دايركتور يمكن لموضوع معين. صح. في عنا ليد دايركتور اللي هو بيعمل انترودكشن والكونكلوجن وبينسق بين الكل، اللي هو روجر ايلرز يلي حكى عنه. روجر ايلرز هو عامل لاين كينج وعامل الادن، هو من انجح الانيميشن دايركتورز بالعالم، ولكن تحته جايبين دايركتورز من جميع انحاء العالم. كل واحد رح يعمل تشابتر، مثل ما بتعرف الكتاب فيه فوق العشرين تشابتر، منقين منه تقريبا 10. وكل دايركتور يعني كلهم تقريبا اوورد ويننج، كل واحد رح يعمل موضوع، منهم رح يعملوا عن الحب، منهم رح يعملوا على الزواج، منهم رح يعملوا، يعني كل واحد بينقي واحد. وكانت الفكره انه نجمعهم ليطلع فيلم عالمي يكون له مساج اكروس اول ريليجنز، اكروس كل الاعمار، اكروس كل البلاد، لانه بالنهايه هذا كتاب يعني بيع 100 مليون كوبي بالعالم كله، له 90 سنه بينبيع، بعدك لليوم بتروحي على حيلا مطار بتلاقيه عم ينبيع. سو في بوتنسيال كثير كبير، والمساج تبعه از تايمليس، يعني عبر الاوقات كلها وللكل. تحديدا جوليان، هي اي نوع انيميشن هو الفيلم؟ لاي اودينس موجه؟ وشو المساج اللي بدهم يوجهوه؟ هو مساج يونيفرسال، بس شو هو المساج تحديدا؟ كلنا بنعرف الكتاب، بنعرف اوقات انه هين وسهل واوقات قديش صعب، انه شو المساج اللي بده توجهوه للعالم من خلال الفيلم؟ بالنسبه لنوع الانيميشن هي 2D انيميشن، اكيد عندنا الحقوق لبالمستقبل نقدر نعمله 3D كمان. وبالنسبه للمساج مثل ما بتعرف فيه كذا مساج، بس بفتكر المساج الطاغي على الكل هو مساج of unity of تفاهم across cultures و across religions و across ages و قارات. يعني هو كتاب جامع أكثر من هو يعني أي topic معين من هالchapters. من الآخر حبيب وبرين، أنا كتير فخور باللي عم بيعملوه، بس بدي أسأل جوليان، أنتو قصدتوا أن يكون اسمكم مربوط أكيد بجبران خليل جبران وبهالعمل بهوليوود، بس ما بتعتقد انه كمان الانفستمنت بالسينما اللبنانيه وبالفلوم اللبنانيه كمان اجا وقتها هيك بنكون عم ندعم ونعمل انفستمنت بذات الوقت؟ طبعا. نحن بالاف اف برايفت بنك عندنا كذا شغله بنعملها، يعني بنشغل برايفت بانكينج وبنشغل انفستمنت بانكينج وبنشغل ريسيرش وبنشغل كذا شغله، ولكن بالفلومه اللي هي تحت الانفستمنت بانكينج كنا بلشنا بفيلم سنة الماضي انه نتعاطى بتمويله، وسمعت العالم انه عم نشغل فلوم، اجوا لعنا برودوسرز عبر ماي جروب، اجوا لعنا برودوسرز هذا الفيلم، ولكن صرنا عم نتطلع على كثير فلوم اليوم، يعني كل الدايركتورز بيجوا لعنا، كل البرودوسرز بيجوا لعنا. وبالفعل اف اف استثمرت بفيلم اسمه 39 سكندز لنبال عرقجي، وبيطلع قريبا بالسينمايات. حبينا نشجع السينما اللبناني، وان شاء الله بيكون في كتير غيره. حلو كتير، برافو. رولا منصور من الاخر، اكيد هيك. ناجي سراتي كمان، كيسان حجر، انا كتير حبيت الفكره وبتمنى، لانه خليل جبران والكتاب البروفيت خاصه هو كنز للبنان، يكون في اتليست بروفيل شيء مردود للبنان او للجمعيات او شيء بيرجع للاطفال اللبنانيه، لانه حتى ايفن حتى لو كانت برودكشن بهوليوود في قسم المردود يعني بده يروح للكوميتي طبعا تقدروا يساعدوا ويكبروا الميزه، وان شاء الله يعني يطوروا كل اعمال جبران. لكن تو ثامز اب شاش حرب من الاخر. لا اكيد الفكره والفيلم، وحتى مسبقا واحد بيقدر انه حيكون فيلم كبير وناجح، وبنتمنى انه يوصل المسج تبع الكتاب مزبوط للعالم اللي رح تحضره كمان. تو ثامز اب. ورولا قاعده من الاخر، انا كمان اكيد بدي هنيك جوليان، بدي هني كمان الاف اف اه، بس انا كنت بتمنى يكون كمان في تعامل مع كم مخرج لبناني ينضموا لهالمخرجين نحن لقلك الامريكان، لانه اخر النهار جبران خليل جبران مزبوط. من هون يعني عرضنا عليهم وعرفناهم على كذا اسم، بالنهايه القرار بده يرجع لروجر اليز بعد ما تنقوا كل الدايركتورز،
يمكن ينقي واحد عربي ومش أكيدين على اللبناني، ولكن بعد في كتير إشياء بنشغل عليهم. يعني في الميوزك ساونتراك بده يكون كتير مهم، أصوات. في أصوات، في كذا شغلة، يعني بيقدر بعد يكون في كتير رولز، وإن شاء الله. إمتى مفروض يبصر النور هالفيلم؟ بال2013 إن شاء الله، بعد سنة وشوي إن شاء الله خير. نحن بدنا نشكركم كتير ونتمنى لكم غير كل النجاح وكل الخير على هيدا الفيلم النبي اللي رح نقدر نشوفه بال2013 من إنتاج هوليوود. ونحن ما لكم فعلا برافو، ثانك يو لأنه شاركتوا بالفيلم كمان. شكرا جوليان.